إذن في متابعة لحركة ودخول المساعدات الإنسانية المختلفة إلى قطاع غزة، بينضم إلينا من معبر رفح مصطفى عبد الفتاح مراسل القاهرة الإخبارية. أهلا بك مصطفى، ولو تضعنا في صورة التحركات فيما يتعلق بدخول المساعدات الإنسانية الموجهة إلى قطاع غزة عبر معبر رفح من حيث الجاهزية وأيضا تدفق الشاحنات إلى القطاع. نعم، يعني بالنسبة لتدفق شاحنات المساعدات الإنسانية التي تطلق من عبر الأراضي المصرية من خلال منفذ رفح البري، نتحدث الآن عن وصول دفعة جديدة من المساعدات تصل إلى 26 شاحنة. هم الآن موجودون أو يتواجدوا في الجانب الفلسطيني من معبر رفح، ويقوموا بتفريغ حمولات المساعدات المكونة من المساعدات الطبية والمستلزمات الطبية والمساعدات الغذائية إلى السيارات الفلسطينية، وخلال دقائق ستصل كل هذه المساعدات والشاحنات من ناحية الجانب الفلسطيني إلى العمق الفلسطيني وتحديدا إلى الأشقاء في قطاع غزة. إذا كنا ما نتحدث عن الاستعدادات، فكنا بصدد الحديث عن تجهيز حوالي 60 شاحنة منذ بداية هذا اليوم. نستطيع أن نقول أنه حتى الآن دخل منهم رقم يصل إلى 26 شاحنة، ونحن بصدد وصول عدد آخر من الشاحنات الـ60 مجمل المساعدات وإجمالي الشاحنات التي تم تجهيزها على مدار اليوم. ربما خلال الساعات القادمة سيزداد الرقم حتى يصل إلى 60، وهذا هو الرقم الأكبر منذ بدء المساعدات أو بدء دخول المساعدات إلى قطاع غزة، وذلك من خلال التنسيقات والجهود التي تقوم بها الدولة المصرية من أجل ضخ مزيد من المساعدات في ظل القصف المتواصل والاعتداءات المتكررة من قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة. وهذا هو ما نسمعه ونرصده ونشعر به من هنا من هذه المنطقة الحدودية. لذلك كان الحرص كله على دعم مزيد من المساعدات وجمع كميات أكبر من المساعدات، كل أنواع المساعدات التي تصل إلى هذه المنطقة الحدودية، سواء عبر المساعدات الدولية التي وصلت إلى مطار العريش خلال الأيام الماضية، أو مساعدات المجتمع المدني المصري، منظمات المجتمع المدني المصري التي عملت منذ بدء الأزمة على تجميع أكبر قدر ممكن من المساعدات. ويقود هذا التحالف الوطني عندما نجح في تجميع كميات كبيرة من المساعدات من مختلف محافظات الجمهورية. إذا ما تحدثنا عن الحالة العامة الموجودة اليوم، فربما يعني المشهد الذي نتحدث عنه مرارا وتكرارا وهو السيارات والشاحنات المرابطة هنا في هذه المنطقة، والتي دوما ما يتم تجهيزها، وتباعا تدخل قافلات منها إلى الأراضي الفلسطينية ويتم تجهيز قافلات أخرى، ونحن بصدد الحديث عن هذه القافلة الموجودة. نعم طبعا، تفضل مصطفى. يعني الأمس دخلت ربما 48 أو 48 شاحنة، واليوم نحن بصدد دخول 60 شاحنة على الأقل، وأنت ذكرت أنه حتى هذه اللحظة دخلت 26 شاحنة عبر معبر رفح. هل لاحظت أو هل رصدت تسريع وتيرة دخول المساعدات ودخول الشاحنات عبر معبر رفح منذ الأمس تحديدا، منذ البيان الذي صدر أو المكالمة التي كانت بين الرئيس المصري والرئيس الأمريكي؟ نعم، يعني إذا ما تحدثنا عن 48 ساعة الماضية، نتحدث عن تسريع ملحوظ بالنسبة لوتيرة دخول المساعدات، وإذا ما تحدثت عن تكثيف الجهود التي تقوم بها الدولة المصرية والبيانات التي صدرت، سواء كانت البيان الخاص بوزارة الخارجية المصرية أو بالاتصالات التي يجريها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع عدد كبير من زعماء العالم، كانت كل هذه عوامل ساعدت على تسريع وتيرة الإجراءات ودخول المساعدات إلى الأشقاء في فلسطين. وجاء ذلك بعد التنسيقات والمجهودات التي تقوم بها الدولة المصرية، سواء كانت من الاتصالات مع دول العالم المختلفة أو التنسيقات مع الأمم المتحدة، وتسهيل الدخول بالنسبة للجانب الفلسطيني. إذا ما تحدثنا عن هذا الأمر بتحديده، فنستطيع أن نذكر أنه خلال يوم الأمس وهذا اليوم وحتى الآن، بكل تأكيد نحن نرى تسريع في وتيرة دخول السيارات. فكيف اليوم يوم الأمس أن يدخل حوالي 48 شاحنة، فيما كانت الأيام الماضية قبل ذلك تشهد دخول ربما أقل من 20 شاحنة في اليوم الواحد، ونحن اليوم بصدد دخول حوالي 60 شاحنة خلال الساعات القادمة، دخل منهم ما يقرب من الثلث، والآن هناك تجهيزات تجرى من أجل دخول عدد آخر من 60 شاحنة. ربما خلال الساعة القادمة سيكون هناك رقم يصل إلى حوالي 20 شاحنة أخرى ستصل إلى الجانب الفلسطيني من معبر رفح. نتحدث عن خلال ساعة من الآن سيكون هناك حوالي 20 شاحنة أخرى تصل إلى الجانب الفلسطيني من معبر رفح، تمهيدا إلى دخولها إلى قطاع غزة، وذلك في محاولة ضخ مزيد من كميات المساعدات إلى الأشقاء في فلسطين.